روح المغامرة متمكنة مني حبتين. أهلا واضح ليلى عز العرب. لو رجع بيا الزمن وعايزة أغير حاجة في حياتي، لا أنا إنسانة قدرية جدا، ما بحبش الندم، يعني بعتبر التجارب في الحياة حاجة تتعلمي منها، مش تقعدي تندمي عليها طول عمرك، لأن ما تضمنيش إنك لو رجعتي مثلا 20 سنة ورا ممكن تعملي نفس الحاجات تاني. فخلاص I accept it. Oh thank you God, thank you so much. أغرب موقف حصل لي مع حد من المعجبين إن أنا كنت بتغدى مع صاحبتي وباكل، يعني الأكل هنا كده ومصمم إن بنته تتصور معي، يعني عملت كده وتصورت. أكتر حاجة مجنونة عملتها في حياتي، لا عملت حاجات كتيرة مجنونة. أنا لسه الأسبوع اللي فات راكبة على بايك في الساحل، فيعني أنا بعمل أي حاجة مجنونة، يعني عندي روح المغامرة متمكنة مني حبتين. سيبني أنا هعرف الكبير لوحدي. نصابة. لو ما فيش قوانين في العالم كله أعتقد إن أنا كان ممكن أبقى نصابة شيك. أكتر موقف بيخليني أحس بالخجل يعني لما ألاقي ناس بتحبني بزيادة، يعني أو بتشكر فيا بزيادة أو بتشكر في عمل معين، بحس إن أنا يعني بتضاءل كده خجلا. أهم وأكبر نصيحة حصلت عليها من طبعا أهلي عموما إن الرزق بتاع ربنا، فما الواحد ما يقلقش ولا يعني يسعى، لأن احنا مطلوب نسعى، إنما ما تقلقيش. لو ما كنتش ممثلة دلوقتي، ما أنا كنت قبل كده بانكر وممكن بعد كده أكون فاشن ديزاينر، ممكن أكون مغنية، ممكن أكون مدرسة، حاجات كتيرة قوي. أكتر عمل قريب لقلبي عايدة في فوق مستوى الشبهات، عشان الدور ده 19 حلقة قلت فيهم جملتين والباقي كله رياكشنز، فحسيت ان انا بعرف امثل بقى، ففرحت بنفسي. بكلم نفسي ده كتير كتير جدا، بقولها كل حاجة، بقولها كل حاجة. براجعها في بعض التصرفات، بنصحها نصايح. شكرا واضح.